السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم. اليوم في قناة مطبخ وتدابير سارة راح ندير معكم فطائر في المقلاة وندير لهم حشو بزاف بنان. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا لايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. نبدأ بسم الله على بركة الله بالمقادير. نبدأ بمقادير الحشو لأنه راح نحضره قبل الحشو باش نخلوه يبرد شوية ومن بعد باش نحضروا الفطائر. بالنسبه للحشو انا راح نستعمل فيه صدر تاع دجاج، انا قطعته الى قطع صغيره. هايدي كيفاش، شوفوا قطع بزاف صغيره، هاي هكذا هايديك، تقدروا ترحوه اذا حبيتوا. نحتاج مع هذا الدجاج فلفل حلو، انا عندي الاحمر والاخضر وانتم احرار ديروا اللي عندكم، ولا ما عندكمش فلفل ديروا خضر اخرى. عندي كميه من البصل اللي قطعته، البصل هنا ما حبيتش نرحيه ولا نسكرفجو باش ما يطلقش بزاف الماء ديالو، وانا في الحشوات دائما نحب البصل المقطع باش كي يتحمر يمد لنا هذيك البنه، شغل فيها شويه سكر بنين بزاف في الحشوات كيكون مقطع. عندي كميه من المعدنوس والقزبر، وعندي كميه من الجزر المبشور. نضيف ايضا لاموتارد، قليل من عصير الليمون، زيت زيتون، وعندنا ايضا التوابل. بالنسبه للتوابل هنا راح نستعملوا ثوم مرحي، زعتره مرحيه، توابل الدجاج او توابل الشاورما، كركم، فلفل اسود، زنجبيل، ملح، والقليل جدا من فلفل عكري حار. بون انا حبيت نديروه حار، نتوما تقدروا ديروه تقدروا ما ديروهش. فوالا نبداو. اول شيء هي اننا نتبلو الدجاج، هي من المستحسن انكم تبلو الدجاج بوقت وتخلوه يشرب قبل ما تبداو ديروا الحشو تاعكم. هنا انا حطيت كل التوابل، نحط كيما هنايا بالنسبه لعصير الليمون عندي حوالي ملعقتين كبيرتين، ندير عصير ليمون، ندير ايضا ملعقه كبيره من الموتارد، الطريقه ونضيفو عصير عفوا زيت زيتون. ندير حوالي 3 ملاعق كبار او 4. بون ندير 3 لانه من بعد راح ندير شويه في المغله هنا، ونخلطوا مليح هاد الحشوه. الدجاج هذا نتبلوه مليح، ديك لا ماريناد هي الصح، التتبيله اللي نديروها هي الصح في الحشوات كامل. وعصير الليمون راح يعطي له مذاق رائع للحشو هذا، طريقه جد سهله. نخلطوا مليح باش تدخل كامل التوابل في الدجاج. دوك هنا راح نخليها هنا يشرب شويه، فوالا لو طون لي نحضرو نبداو. هاي عندي مقلاة نحط فيها كمية قليلة من زيت الزيتون، نحط فيها البصل،
من المستحسن انكم تدفيو شويه زيت زيتون تاعكم باش تحطوا البصل، نحطوه فوق النار نقليه ومن بعد نعاود نرجع. بعد ما تبان البصل راح نضيف الفلفل، نضيف الفلفل الاحمر والفلفل الاخضر. هنا تقدروا تضيفوا حتى الكورجات اذا حبيتوا. هنا ونضيف الجزر، نزيد نكمل نقليها مليح باش نضيفوا الدجاج. نضيفوا الان الدجاج، نحطوه فوق النار ونخلوه حتى يطيب. قبل من هذا راح نضيف الحشيش والمعدنوس. دوك هنا حتى طيب الحشوة. بالنسبة للعجينة راح نحتاجو الى 4 كيسان، انني حطيتهم هنا في الطاس تاع الخلاط الكهربائي، 4 كيسان ناقص اصبع من الحليب، 4 ملاعق كبيرة زيت، 2 حبات بيض، راني حطيت معاهم شوية ملح، شوية فلفل اسود، وشوية زعترة ملحية، وعندي 2 كيسان معمرين عادي من الفارينة. نحطو كلش داخل الخلاط مباشرة ونخلطوهم حتى تمتزج المقادير تاعنا، واللي يحب يخدمهم بالفوي يقدر يخدمهم. حتى العجينة هذه جد سهلة، ما فيها لا خميرة ولا عجن ولا والو، دونك سهلة. نخلطوها غير قسمة تمتزج المقادير، هذا ما كان. خلاص العجين تاعنا جد، نفرغوا هنا الخليط. هاولي كيفاش يجي، يجي خفيف سائل. نبداو الان نطيبو في الفطائر تاعنا. درت المقلاة سخن، دهنتها بشويه زيت، ودوك نديرو لها نطيبوهم كيما نطيبو لي كريب.
بعد ما كملت حضرت كامل الفطائر، طيبتهم كامل، هاي النتيجة دوك قدامكم هم كيفاش جاو. دوك نقسم لكم حبة تشوفوها من أروع ما يكون. شوفوا الفرماج هذاك يسيح، رائعين وطريين. نتمنى أنكم تجربوهم وينالوا إعجابكم، وإلى فيديو آخر بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.